خلينا نروح بقى اسالك عن عماد النحاس. كان اميج بيسموك ليبرو ولا كنت ليبرو؟ مساك ولا لا سردباك ليبرو ولا ليبرو اسم؟ اسماء بتتغير. ليبرو؟ لا ليبرو ليبرو، بس دلوقتي بقى اسمهم مساكين. مساكين فالاثنين ثلاثة المساكين، الصغار بكره رامي وياسر غالبا رامي ان شاء وياسر الله، ربنا يوفقهم يا رب. ان شاء الله. لكن عندهم سفيان رحيمي، عندهم سعيد. كاكو، عندهم بلاسيوس، عندهم محمد عباس في الجنب الشمال. تمام. فعندهم لعيبه هدافه، عندهم سرعه او لكن خلينا نتكلم في حته القلب، ما بين كاكو، ما بين سفيان رحيمي، ما بين بلاسيوس، ايه الدور المطلوب من ياسر ومن رامي في المباراه دي؟ كيفيه رقابه الهداف الاخطر سفيان رحيمي؟ كنت برضو اتكلمت مع حضرتك في حاجتين يعني. نعم. هو سفيان رحيمي عنده ميزه كبيره جدا طبعا، بيعرف يلعب جناح كويس جدا وراس حربه كويس جدا. اكتر ميزه عنده السرعه. نعم. واكبر ميزه المساحات. في كل ما المساحات هتكون ضيقه والرقابه تكون اعلى، بدون اخطاء تقدر ما بين ياسر مين يمسك مين يبدا يعمل كفر. لكن احنا بنتكلم على صراع بكره ما بين الاربعه المدافعين، سواء وجود ياسر ورامي واكرم ويحيى. بشوف انه في مباراه الزمالك الاربعه نجحوا بنسبه كبيره في الحد من خطوره. نعم. ناصر عبد الله السعيد وعبد الله وسيف الجزيري. نعم. وزيزو. نعم. بكره الامكانيات شويه برضو مختلفه طبعا. رايد كاكو ده لاعب كويس جدا طبعا، بالكوره بيشتغل فردي، المفروض مع الخط الدفاعي مسانده مهمه جدا من مروان، ودي ميزه كبيره جدا عند. نعم. مروان. وعلى حسب برضو انت ضغط عالي ومقربين الخطوط وفي مساحات، ولا هيبقى عندنا حذر وانا بشوف ان ده بنسبه كبيره هنكون كده، كون تحت الكوره اكتر، مش هنسيب المساحات، مش هنديهم ميزه هم عايزينها. طيب الوقت الاضافي في صالح الاهلي ولا العين لو المباراه امتدت؟ واكمل لك تخشيش، هم لاعبين 6 مباريات في الدوري، انت ما عندكش ولا مباراه في الدوري، هم لاعبين 3 مباريات او في آسيا. 4 مباريات في بطوله اسيا. في آسيا. احنا لاعبين مباراتين جورمايا، ولاعبين مباراه سوبر افريقي زمالك، ولاعبين سوبر مباراتين سوبر مصر. برضه بالنسبه لها هتبقى 50 50 يعني. بشوف النادي الاهلي، ما احنا يعني ظهر الكلام ده الماتش اللي فات، لكن برضه مع الاصابات تقلع، خاصه ان في اماكن البدائل اللي فيها لا ما عندناش غير خالد عبد الفتاح يعني، اللعيبه كلها حتى اشرف داري جاهز من فضل. لا يعني ان شاء الله اتمنى المباراه تخلص في وقتها الاصل لينا ان شاء الله.